خالو اخويا. بالنسبة لهاد الاحتفالات ديال رأس السنة، راه كيجيو المواطنين كيحتفلوا بهاد المناسبة، وحنا بكوننا فرقة سياحية عندنا المحيط ديال 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 الفنادق المصنفة، وكذلك القطاع ديال الشاطئ، وكذلك المناطق اللي كيتردوا عليها السياح كان بجيب الحسن الثاني. وبهذه المناسبة هذه كنقوموا بعدة إجراءات بعد التنسيق مع السيد رئيس الفرقة السياحية اللي خد التوصيات ديالو من ولي الأمن، وقمنا بعدة احتياطات من أجل السهر على الأمن ديال المواطنين، ومن أجل محاربة جميع الظواهر اللي غتمس الناس هادو بهاد المناسبات. شخص من المدينة القديمة متحوز بأربعة ديال القطع من مخدر الشيرة، مبلغ مالي كذلك سكين من حجم كبير، معروف لدى عناصر المصلحة بترويج المخدرات. غير بخصوص الشرطة، هو رأس السنة المديرية العامة كتوضع استراتيجية لتأطير احتفالات المواطنين بهذه المناسبة هذه. جميع العناصر الشرطية عندهم يوم متميز، يوم يعني تشد فيه الهمم من أجل الحفاظ على السلامة وكذلك الأمن العام وتأطير احتفالات المواطنين لمرورها في ظروف عادية. وكذلك الشرطة السياحية بدورها تنخرط في هذا المخطط ديال المديرية العامة تحت إشراف السيد رئيس الفرقة رئيس الشرطة السياحية، اللي كنضبطوا وفق مذكرة عملية كذلك تؤيد انتشار العناصر الأمنية بشكل يستجيب والمناسبة. نؤمن كذلك محيط الفنادق المصنفة، كذلك الأماكن اللي كتعرف إقبال ديال المواطنين حتى تمر الليلة بسلام. احنا المهام ديالنا ما كتقتصرش على التدخلات اللي كنشوفوها، انما كتمثل تدخلات اخرى كيفما قلتي، كيفاش كنتعاملوا احنا مع الحالات ديال العربده ولا ديال العنف في المؤسسات المغربيه. فبطبيعه الحال اذا فيما كتوصلوا بالنداء مع مؤسسه معينه، اذا كنطبقوا على وجه السرعه، كنتعاملوا مع الشخص بطبيعه الحال بالشكل اللي غادي يمكننا اننا احنا نضبطوه، باش هادشي كاش كي خطر عليه بسهولة على القناص الأمنية، على المكان اللي راه فيها. إذا بطبيعة الحال كاين نقدموه على المصالح على حساب الجرم ديالو، على حساب النوعية ديال الكريم ديالو، راه حنا كنقدمو للمصلحة المختصة، سواء كانت دائرة أو كانت الشرطة القضائية، لأنه كتكون واحد الاستمرارية ديال العمل، كتبدا في قبيلة من عندنا ولكن كتكمل مثلا المصالح. كذلك مبلغ دون إغفال شخصين مبعوث عليهم من أجل تعدد الشكايات بخصوص السرقة وإحداث خسائر ملك الغير.